السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم سويا طريقة حذف الملفات الداخلية في برنامج بايثون وهو بايثون محرر لغة البايثون. هنا كما تشاهدون لدينا كود يقوم بطباعة الأرقام العشوائية، وعندما نقوم بتنفيذه يقوم بطباعة لا يوجد أي شيء، إن الكود ليس بخطأ. نذهب إلى الملفات التنفيذية. كما تشاهدون الملف التنفيذي MySpace والعمل على ملف سامسات. نذهب إلى MySpace ونقوم بعمل سامسات، والآن يقوم بتنفيذ الكود. ولحذف البرنامج نذهب إلى الملف نقر عليه ونقر على Delete وبعد OK أو Enter ويقوم بحذف الملف، ولكن الملف من هنا لم يحذف. لاحظ أن نذهب إلى Edit ونذهب إلى MySpace ونقر على Backspace أو Delete. الآن قمنا بحذف الملف ونقر على Apply وثم OK. والآن كما تشاهدون الملف سامسات لدينا عندما نقوم بتنفيذ نفذ الكود. ومع السلامة، ونتمنى لكم الاستفادة من هذا الفيديو.